يا مدام روز، انت يا مدام مين يا شيف فريد؟ فين الزفت؟ لسه ما جاش؟ زمان جايه. وراح يجيبه منين؟ من المريخ؟ عند مشي بولاناكي. بولاناكي بولا زفت بنسيون ده ولا بوظه؟ بيتا دي سارة نرفو كتير، سارة سريتا. معلش يا مدام روز. كنت فين؟ اتقلت. الساعة كام دلوقتي؟ معرفش، اشمعنى عمري ما سألت؟ ده انت خارج دخل على كيفك. منين دول؟ بشتغل. اشتغل فين؟ في جهنم مع الشيطان. شاهدين كتير، أنا شيطان فيهم. اللي كنت بتشتغلي معاه عاصم الدمنهوري، أوهمتيني إنه مات، وأنا من تغفيلي صدقتك مع إن الشياطين ما بتموتش. أنت خفتي تقولي لي لأغضب منك وأسيبك، لكن لا يا ياسمين، أنا بحبك، ومهما حصل منك هغفر لك وسامحك لاني بحبك. مالك انت ليه بعيد عني؟ احنا بقينا اغراب عن بعض، ما تصدقش الوهم اللي احنا عايشين فيه. فلوسك دي انا مش عايزاها. ياسمين انا بعمل ده كله عشانك انتي. حاول تعمله لواحده تانيه. انا خلاص ياسمين، انا خلاص ياسمين، انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشانك، بس ارجوك خليكي معايا، خليكي معايا، ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا ياسمين، ما تسيبنيش. تفضل تفضل. ها سمير، هتقول لنا ايه الليله؟ حاجه حلوه هتعجبك. طب اتفضل. اهلا 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 خطوه عزيزه. وحشتني يا عاصم بيه. ده انت اللي وحشتينا. اتفضل. فريد بيه شاكر، مدير مكتب الاستيراد والتصدير وحرم. دكتور حسني، مهندس عبد الخالق محسن بيه. سمير صبري. مين سمير صبري؟ ما تعرفوش؟ ايه ده؟ لعيب كورة؟ كورة؟ يا سلام، ما بتسمعش إذاعة؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ آه يا سيدي، لعيب كورة في النادي الدولي. آه، كده؟